تحية نضالية للمنبر لارش. تحية نضالية، تحية إعلامية خالصة للمنبر اللي كيتعتبر واحد المنفس اللي من خلاله الفعاليات المناضلة كتقدر تعبر على الصوت ديالها
باش توصلوا للرأي العام ومن خلاله توصلوا لمن يهمه الأمر. احنا الآن أمام المحكمة الابتدائية في سياق المحاكمة المتعلقة بالموت اللي تعرضت له فرح والجنين ديالها وهما في المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالعرائش. هذا الموت اللي اعتبرناه بمثابة فاجعة. الأسرة ديال الضحية على الحق ديال المواطنين المغاربة اللي كنأكدوه في هذه الوقفة بالتضامن ديالنا مع الأسرة ديال الفقيدة فرح هو أن الملف ديال فرح ولو أن هذا حشمت نسميه طبيب ولو هذا الكائن هذا يتعتقل ويتعاقب فالملف الصحة فرح غير كشفت لنا على الواقع دياله. كاين مئات فرح كتموت في مداشر وفي قرى وفي بوادي وعندنا في القصر الكبير وهنا في العلايش في مناطق أخرى. الملف الصحة ما يتغلقش عند الموت ديال فرح ولو أنه يتعاقب هذا السيد. وكنشوفوا على أنه كاين مماطلة وكاين عصابة مافيا كتدعم هذا النوع من الأطباء اللي كيكون الهدف ديالهم هدف استثماري هدف ربحي مع العلم أن الصحة مع العلم أن الصحة مهنة كتطلب الكفاءة والأهلية لأنهم كيأدي واحد القسم على أن صحة الناس هي أمانة في عنقهم. وكنشوف هاد اللحظة كنلقاو على أن الملف ديال فرح هو ملف كيكشف الفساد ديال هاد الأطباء اللي كيتعاملوا مع الناس كزبناء ماشي كمرضى ماشي كناس. وبالتالي المعركة أكبر من ملف ديال فرح ولو أنهم يسدوا الملف ديال فرح باقي غدا ملفات أخرى تفتح. الأجدر بهم أنهم يجاوبوا على هذه الإشكالية ويعاقبوا ويطبقوا القانون على هذا السيد هذا اللي هو واحد من المليون هو غير نموذج. ما المعركة مازال مفتوحة. هذا صريح شخصي أنا كواحد من مدينة القصر الكبير. هذا السيد هذا اللي هو هذا السيد هذا لي كاين الحبس ديال المرضى ماشي داوي المرضى بالحبس. الا سمحت ولا ما تخرجوا سمحتوا لي الا سمحتوا لي هذا السيد اللي هو الاب ديال فرح انا كنعرفو غير كواحد ولد المدينه كنعرفو كرجل من الحي ديالنا. جيت كنضامن معاه لان كنعرف ان الحق ديال بنته. انا كنظن انه عنده شي تصريح ولا شي حاجه بغى يقولها يتفضل نعطيوه شويه السكات باش الكلام ديالو حتى هو يوصل لانه هو الاب ديال هاد الضحيه هو الرجل اللي واقف على الحق ديال بنته وما تنازلش عليه ومتابعه وعنده استعداد لانني كنعرفه مزيان ماشي واحد من ديك الناس اللي شحال من واحد وقفنا معاه كيبيع الدم لولاده كيبيع الدم للاسر ديالو. هادو ناس منطينا خاصه الحق ديال بنتهم خصو يرجع وحنا واقفين معاهم. تحيه. السلام عليكم. انا سيدي انا هو الاب ديال الفرح. انا ما نتنازلش على هذه القضيه. انا ما نبغيش هذا الظلم هذا. انا هاد الناس هادو خدامين قتلوا جوج جثات والولد والولد خلاوها مشرد وهم كيطلبوا السروح مؤقت كيفاش داروا لها؟ واش هذا الشيء حقيقي؟ هذا الشيء مقبول؟ هذا الشيء هذا عند المواطنين ولا عادي؟ والطبيب راه خصو يكون قديس وهذا فين هي القداسه ديال الطب؟ والطبيب راه خصو يكون بحال الملك والطبيب راه هذا راه مجرم هذا راه العامل الذي حتى هاد المحامين ديالو ما خصهمش يدافعوا عليه خصهم يدافعوا علينا احنا اللي مظلومين ماشي هو هذاك راه مظلوم ما مظلومش اللي كيدافعوا عليه اللي مظلومه هي اللي ماتت وراه هذا حق ولا ماشي حق وراه ماشي حق هذا وراه ولده هو سليمان فين هو العايل فين هو وراه اللي العايل هذا راه خلاك معايا هنايا وراه ماشي هذا راه ماشي حق هذا واش هذا كيدافعوا عليه ما كيحشموش وراه ما كيحشموش هذاك المحامين وراه خصهم يدافعوا علينا احنا اللي بدلنا احنا اللي ضحيه ماشي هذاك اللي ضحيه.
الدكتور بقاو كيعملوا في النصب الاحتيال، قال الطبيب قال هادي ورا سيدي، راه الطبيب ما عداش فيه الدوله، راه كاين الحبل الحبس فيه المرضى، راه يمشي يداوي المرضى مع الراس ديالو في الحبس كما كنعرفوا حنا، راه كانوا شخصيات ومديرات وسياسيين في الحبس، ماشي لا هو هو ما نقولش هضره، راه حنا راه كنعرفوا كل شيء، راه هاد المحاورة إلا تحكم شي حاجة شي حكم غير من غير الحكم اللي كان نعرفوا حنا عدليا، راه حنا غنثوروا، انا راه نحرق راسي بليسانس امام العداله، انا هكا كنقولها وكنزيد نقولها، الا شفتي هادي رانا غنموت بليسانس، والله تنقتل راسي بليسانس، واش طلقوا يطلقوا عاد طلقوا، وهادي هي الحقيقه، الحقيقه كامله احنا كنطلبوا، شكرا وعاش المالي وعاش المالي، والله يشافي لنا سيدنا، والله يشافي لنا سيدنا، والله يشافي لنا سيدنا، وعاش المالي هو اللي عطينا حقنا، وراه هذا الدول وراه هاد القوالب كامل في اوروبا، وعلاش عملنا حنا هاد الشيء؟ هادوك المحامين خصهم يدافعوا على المجنون الثاني، ماشي على اللي ماشي اللي على داير جريمه، هذا على الفلوس، هادشي راه ماشي هادي هادشي راه ماشي حق. واليوم ولده ولده شكون هذا؟ هدار 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 من حق ماما، من حق ماما، كل الحق ماما ما ندوزوش، ولا من كبير ندوزوش، العيال ما بقاش كيمشي للمدرسه، العيال بطلنا خليتو بلا خلاوه بلا ام بلا يما، خلاوه بلا يما، خلاوه مشرد اجي عندو صافي بارده عندو زعما قتلو خشيبه. مرة أخرى كان أقدم لكم كاتب حزب الطالعة الديمقراطية الشراكي، كاتب حزب الطالعة الديمقراطية الشراكي وعضو في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. المحكمة اليوم ثبت العضوان ديال المحكمة، بالنسبة للدفاع ديال المتهمين طلب صراحة المؤقت يعني المتهمين ديالو يعني الطبيب اللي هو المولد موجود في المستشفى، اما بالنسبه للدفاع ديال الطرف المدني طالب يعني بـ يعني بـ يعني رفض صراحة على كل، بالاضافه الى ذلك يعني كانت دفعات شكليه فيما يخص يعني الدعوه العموميه والمحكمه المتابعه القضائيه، باش يمكن تقول على